الجميلة والقديرة الفنانة فاطمة عيد، طبعا يعني زوجها اللي منورنا النهارده سياده اللواء شفيق. اهلا بيكم منورنا والله العظيم انتوا اللي منورين. والله العظيم انتوا والله العظيم. وبعدين لعلمك بقى يعني كمعلومه الناس تعرفها، انا من غير الراجل ده ما اسواش حاجه. الله اكبر، اول طلعه كده ما شاء الله ما اسوى حاجه من غيره، كحبيب وكاخ وكزوج وكصاحب وككل حاجه بالنسبه لي. على فكره ده مش تقدير ليه بس، ده ذكاء منك برضه. يا روح قلبي عليك، تسلمي تسلمي. وطبعا برحب بيكم طبعا من جديد تاني حضرتك استاذه فاطمه عيد، استاذه الفن الشعبي الجميل، اللي حسينا بروح حلوه اول ما طليتي علينا في الاستوديو باغنيتك الجميله مبروك لحضرتك استاذ شفيق الشايب، اللي هو السند والابداع والزوج وكل حاجه حلوه، والملحن والمؤلف والممثل. طبعا هو الابداع هو يا ستي هتتحسدوا في اغاني حلوه عاملها لك كتير جدا جدا. طبعا اهلا بحضرتك، منورنا. فاكره زمان لما كنا كنت بتغني بلاي باك وانا كنت اقف القنك الكلام وبتاع. انا لما بيجي الصور دي بقى في التلفزيون بيجي الصور بقى، فحد لازم يفكرنا بالكلمات. انا عايز اعرف بس الفنانه الجميله فاطمه، عشره كبيره انت يعني بتيجي وتروحي، وبتروحي في ايه وبتيجي في ايه وبتختفي في ايه وترجعي في ايه، وخصوصا ان احنا عارفين ان فاطمه عيد طبعا ست ذكيه، غير ان هي فنانه جميله. بدات من الكاسيت ووصلت النهارده لليوتيوب، وهي عارفه تحافظ على مكانها ومكانتها وماشيه مع كل جديد، يعني ما بتقفيش عند ما شاء الله يعني على وتيره واحده. ما بتقفيش عند مرحله وتقولي خلاص كده تمام. مفيش كلام مفيش كلام. لا والله موجوده، انما حاسه ان المناخ مش بتاع زمان. ايه اللي اتغير؟ اتغير في حاجات كتير قوي. زي ايه؟ السميعه اتغيرت. والله كل حاجه فيه اتغيرت. ما بقوش زمان لما فاطمه عيد تغني العالم كله، سوى راديو سوى تلفزيون سوى اماكن، يستنوا عشان فاطمه عيد هتغني. دلوقتي عارفه تبص تلاقي في احباط. جو دلوقتي بيستنوكي برضه يا حاجه. ها؟ بيستنوكي برضه. بيستنوني بس لا مش زي زمان. لا كله زي زمان. زمان كانت الناس يعني عارفه كده مبهجه. شوفي رد والدك الجميل برضه. لا ليكي معجبين وبيحبوكي وهو بيساندك. عايزه انا بختلف مع حضرتك ليه في الحكايه دي، ان الجمهور عايز كده، ان لما بتطلعي اغنيه حلوه زي دي احنا بنتبسط، لما بنشوف الاستاذ هاني شاكر امير الغناء العربي في الاوبرا بنتبسط، بنشوف الناس الحلوه محمد ثروت علي الحجار مدحت صالح يعني حتى الشعبي منهم يعني مصطفى حجاج لما قال ابن مصر مع مدحت صالح. في عايزين نفرق بان في شعبي وان في اللي هي بيسموها سمك المهرجانات، سمك لبن طمران، اغنيه وتاني يوم يطلع غيرها وخلاص وخلص. ففي الشعبي ده ما بنستغناش عنه ابدا وبيفضل عايش والمدى العمر. صحيح. عبد الحليم غنى شعبي، سيده الغناء غار من محمد رشدي يا روح قلب، سيده الغناء العربي غنت شعبي على بلد المحبوب وديني، دي مش صحيح. شعبي. صحيح. وحاجات كتير غنتها. بالظبط. يعني معنى اللي ما كانش يغني شعبي يبقى لم يكن موهوب. اللي هو عبد الوهاب محلاها عشت الفلاح. الله 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 الله. صحيح. طب انا بصراحه يعني اكيد عايزين نتكلم عن الفن والكواليس والاغاني الجميله اللي عايشه عنها لغايه النهارده، بس مش هنكر ان نوع العلاقه اللي بينكم بقولها ما شاء الله مره واثنين وثلاثه، يخليني عايزه اعرف كواليس قصه الحب دي بدات ازاي وايه اللي جرى. اكيد مش من زمان قوي يعني، اكيد انت فاكره كل حاجه. لا ما فيش كلام ما فيش كلام. وقعك في حبه ازاي؟ ولا انت هو وقعني في حبه ازاي؟ يا روح قلبي هنا مربط الفرس. هي اللي وقعت في حبي مش انا اللي وقعت في حبي. الله اكبر. انت وقعتني في حبك ازاي؟ ايوه مين صدق تاني؟ احكي انت بقى، احكي انا بقى، لازم انت اللي هتقول. قول يا جوزي، قول يا جوزي. وانا هي اصحلي من بلد واحده احنا الاثنين، بس انا جيل وهي جيل، يعني انا اكبر منها بكتير. ايه الحلاوه دي؟ فهي كانت لها عندها مشكله في مصر، وانا كنت ظابط في الجيزه، وهم كانوا ساكنين في الجيزه برضو. فجوز اختي كلمني من البلد، قال لي في فلانه الفلانيه دي مطربه يعني لسه بادئه جديد وبتاع، وفي مشكله بينها وبين الجيران وبتاع، يا ريت تقعد معاهم تخلص لها الموضوع ده. قلت له طب ابعتها لي. قلت له بس هي حلوه ولا لا؟ قال لي زي القمر. قلت له خلاص ابعتها لي. فجت بقى، جت لي هي واخوها عندنا في المكتب. ما بتمشيش لوحديها. لا لازم محرم على طول. فجت طبعا واتكلمنا مع بعض وبتاع، فمن هنا بقى انا شفتها طبعا الحقيقه يعني ارتحت لها جدا جدا. اديتها تليفوني واديتك تليفوني وقعدنا نكلم بعض وبتاع، ورحت لهم البيت وخلصنا الليله بتاعتهم وخلصنا الموضوع. ابتدت بقى الصداقه تشتغل بقى.
قعدنا سنتين كاملين بنحب في بعض. حب بريء جميل. رومانسي. مكسوفه الحاجه لسه مكسوفه. طب انت كان عندك مواصفات اكيد فتى احلامك وقتها وكان في شكل معين. مفيش كلام. هل لقيتي المواصفات دي؟ لقيتها. طب ايه احلى حاجه فيه؟ لقيت شفيق كل حاجه فيه حلو. الله اكبر. طب عيبه ايه؟ والله العظيم الطيبه، الرجوله، المجدعه، الانسانيه. طب عيبه ايه ساعات مثلا؟ عيبه ايه؟ لا مفيش عيب. ما فيهوش عيوب. والله ما بجامل. شوفوا مرايه الحب حلوه. لحظه سأبكي قليلا. يا روح قلبي عليك. سنبكي قليلا. الله اكبر. طب ايه احلى حاجه في الحاجه فاطمه؟ كل حاجه حلوه فيها والله الحقيقه. ايه اكتر حاجه شدتك؟ ست بيت محترمه. فنانه عظيمه جدا جدا ومربيه فاضله لاولادها. حبيبه جوزها وحبيبه ولادها وحبيبه كل الناس. تحب تخدم الناس وتحب يعني اخلاقيات بتاعت ربنا جدا جدا. فنها شغلها عن البيت فتره مثلا ده ممكن يكون ازعجك وقتها ولا هي عرفت توازن ما بين ده وده؟ لا مفيش. ما هو انا معاها ليل ونهار احنا الاثنين. أيوة مع بعض. هي دي الفكره. إيه حضرتك ما قلتلهاش لا اقعدي ده انا معاكي سندك وفي ظهرك وفي اعمال فنيه كتبتها لها كتير ولحقت لها اغاني كتيره اكتر من 45 غنوه. زي ايه بقى اشهرهم مثلا؟ في لماوي يا لماوي اللي بغنيها حكيم لغايه النهارده ديت. دي شهيره جدا وحاجات كتيره جدا. ويا بتاع الورد زوق العرب كتير اغاني كتيره جدا. واغاني بنقف العاصفه كلها المسلسل بتاع بنقف العاصفه كله تلحيني وتاليفي. كمان المخرج قال لي انا قال لها فاطمه احنا عاوزين نعمل المسلسل وبتاع بس مش ما عندناش ميزانيه ان احنا للاغاني والحاجات دي. قالوا طب نعمل ايه طيب؟ قلت لها طب هاتي السكريبت احنا نعمل احنا الله الاغاني. ده حب الفن للفن بقى. مفيش ماده ولا حاجه ولا مش عاوزين فلوس. انا عايز ارجع تاني للسنتين اللي قعدت تحبوا بعض كده من غير خطوات جديه. كنتوا بتدرسوا بعض ولا يعني ليه قعدتوا سنتين تحبوا في بعض قبل الجواز؟ ليه؟ يعني ما تقدمتش على طول؟ مش انت وقعت في حبها من اول أصلاً لحظه؟ اصلا كنت متجوز قبليها. كان معايا زوجتي وكان في اولاد منها وكده. فلازم الواحد يتريس، لازم الواحد يعمل حساب. لا خلاص ان انا اعدي الموضوع. مش هنعديه. هي عملت ايه بقى؟ عادي يعني في مثل يقول لك ده جواز دوم مش جواز يوم. بالظبط. اللي فرحت ان انا اتجوز لازم ادرس اخلاقه ويدرس اخلاقي عشان نبقى متجوزين على مبادئ وعلى اسس وعلى قيم. شوفوا في توافق بين متجوزين. انت ما كنتيش متجوزه يعني كان اول فرحتك. صح. كان اول فرحتك. عملتي ايه طيب لما جالك كده؟ لا بالعكس، احنا قعدنا ندرس اخلاق بعض سنتين. هو كان متجوز بالفعل وعنده ولدين. وعنده لا كنت متجوز ومعايا الاولاد وكل حاجه. طب يعني بس ما كانش فيه راحه يعني. مش لاقي. والسناره غمزت بقى يعني. الحب خلاص. لا بس لا بس انت عارفه الجواز بيبقى متعب. الطرف الثاني كان صعب شويه معايا وبتاع. وانا راجل رومانسي وبحب الفن وبحب الضحك وبحب بتاع اللي معايا مش كده. سبحان الله. على بتغيري عليه حاجه؟ لقيت كل الحاجات دي فيها هي. طب ما بتغيريش عليه؟ ليه؟ هغير عليه ليه؟ ثقة في نفسك ولا فيه؟ لا ثقة في نفسي إلى جانب إن هو كمان يعني موثوق فيه عشان راجل بتاع ربنا قوي. قوي. يعني طب ما حصلش مثلاً ما حصلش إنك قلقتي إن هو يرجع مثلاً لمراته الأولانية؟ لا لما يرجع. لا إله إلا الله. إحنا هنضحك على نفسنا. لا عاوز يرجع يرجع عشان ده هي لو مالوش خير فيها مالوش خير فيا. الله عليكي والله. لحظه بس والله نوضح المعلومه. يعني مثلا لو كان جه قال لك انا هرجع زوجتي الاولى وحضرتك هتكملي هيبقى عنده زوجتين ما عندكيش مشكله؟ لا ما عنديش مشكله عشان انا اللي جايه عليها. انا الجديده. احتراماتي. بتراعي ربنا. لا اله الا الله. مش هتقول له طلق. احتراماتنا اعتقد. لا اله الا الله. يعني مثلا لما كان بيقول لك انا رايحه اشوف الولاد كنت بتمنعيه ولا بتشجعيه؟ لا ما كنتيش بتقلقي يحصل وصل تاني بينها مثلا؟ معلومه ان هي اللي ربت الولدين ولادي. انا داخله على حازم كان 9 سنين. احسن تربيه. حازم كان 9 سنين. كانوا معاكي وبتربيه 9 سنين الكبير والصغير حسام النهارده لواء قد الدنيا ورغم وجود مامتهم كان 6 سنين ومامتهم كانت عايشه موجود. طب علاقتك بيها كانت ازاي؟ بيها هي وكنا صحاب. الله اكبر. والله العظيم صحاب. يعني انت وضرتك اصحاب؟ والله. حلو. دي ثقه في نفسك ولا لا يا استاذ شفيق؟ والله العظيم في نفسي. في نفسك اولا ولا في استاذ شفيق؟ لا وشفيق حقاني. ما تحاولوش على فكره. خلاص ما تحاولوش احنا مش عارف نخش في النص. عمره ما حد عمره ما جه عليا يوم
كان يعني لما اي حد يزعلني كان يسخط فيه يقول لا غلط عيب من الولاد. ست فاطمه عشان نعم. نكون يعني صادقين وصراحه مع بعض، ما فيش بيت في الدنيا ما بيخلوش من خلافات، ما فيش كلام. لما كنتوا بتختلفوا او تزعلي منه كنت بتفتكري له ايه عشان تصالحيه او تهديه؟ ايه اللي بتفتكري له بقى؟ لا حاجات معينه كده، قلم ورقه وهكتب وراكي. انا بزعله بس طبعا انا اللي بصالحه. انا اللي بصالحه. يعني انت اللي بتزعليه بس؟ بس هو بيزعلكيش؟ لا عمره ما زعلني. لا اله الا يعني الله. يستحملك في الغضب وترجعي تقولي له سوري. والله بس انا اللي بعتذر ليه وانا اللي بصلح وانا اقول له عاوزين ايه بالظبط؟ عاوزين ندي الجمله بينها بس مش عايزين حاجه. يخرب البيت من اول شهر جواز ومن اول سنه جواز. مش حب كده وخطوبه وخلاص وكلام لطيف، لكن نيجي نتجوز بقى نتخانق. قعدنا فتره طويله وبعدين يعني كنت واقف جنبها على طول لان كنت يعني عارف انها لها مستقبل في الغنى كويس، ايمان بيها وانا كمان فنان وبحب الغنى وبحب كده من زمان قوي. فقلت لا نقف جنبيها بقى لغايه لما تبقى تمام التمام.